مؤتمر فكرة ممتازة جدا من معالي الوزيرة نبيلة. كانت فكرة طبعا ممتازة انها تجمع بين الناس اللي هي زمان بعدت عن مصر، لكن شافت ان احنا كلنا بنيجي بسرعة، واول ما بننادي وعايزين ندي لبلدنا اللي هي جزء داتونا. تاني حاجة دي عبارة عن وصلة بيننا وبين برة، بنحس اننا بنقول لهم تعالوا شوفوا احنا مصر فيها ايه، والشباب كمان ان هم بيختلطوا معانا ويشوفوا الخبره بتاعتنا وتعبنا واللي احنا وصلنا له، ان هم يقدروا يوصلوا ويبقوا احسن مننا. وفي نفس الوقت انا بعتبر ان ديت عباره عن بدايه جديده ان احنا نتقابل كتير، نستفيد بالخبرات بتاعتنا، بندي المتاعب والمشاكل اللي احنا قابلتنا برضو لشبابنا، وبنقول للشباب ثقوا بنفسكم، انتوا هتبقوا احسن مننا بكتير. احنا طبعا الماضي، انتوا المستقبل، وانا واثق في الطموح اللي انا شفته هنا موجود في الشباب ده، يعني بيخلي الواحد يفرح ويقول مصر ليها شبابها احسن من شباب في العالم كله.